كرة اللعب الآن يضغط بالفجيرة بالراس والله هدف أول الآن هدف أول لدبل فجيرة يسجل يبدو إدواردو راح نشوف هل دخلت المرمى ولا أكملها خالد عبد الله لاحظ هذه الكرة الماضية حتى الآن ما في شيء شوف الرسيم ما في شيء نعم في المرمى الرأي كانت موجودة أيضا للكرة عدت تماما الخط وأول أهداف المباراة الآن لمصلحة فريق دبل فجيرة هدف بالفعل كرة تعود الله عاد الظفرة عن طريق تياغو دي لونكو يسجل هدف التعادل صاحب 30 عاما اللاعب القادم من نادي الياباني نادي جيب يونايتد اي الياباني بالفعل اذا تياغو يسجل هدف التعادل الان هدف التعادل لاحظ هذه الكره الماضيه كره اللعب للامام الله هدف ثاني الان كلاوديو رافائيل نعم هو من يسجل الهدف الثاني الآن للظفرة الظفرة الآن يتقدم بالهدف الثاني عن طريق اللاعب كلاوديو رافائيل يسجل الهدف الثاني كلاوديو رافائيل ويتقدم الآن الظفرة بدون رقابة تماما يقف اللاعب يعني لوحده تماما